عين كذي؟ ايه بطلع كذي فيها يعني؟ نص شعرك طالع. انت اللي استخفيت علشان تتدخل بقرار ما يخصك. عيل منو؟ انا. شنو هذا؟ هذا جواز. جوازي شو يسوي بجنطتك؟ قولي. وانا ايش دراني يوسف؟ يمكن يمكن شنو؟ قولي يما يمكن شنو؟ يمكن ما تبين احقق حلمي؟ ما تبين اروح يا ربعي؟ ما تبين ارفع اسم ديرتي؟ ايش فيك يما؟ كل ربعي اهلهم رضا الا انت ما تبي تفرحين فيني، ليش؟ الله يسامحك يا يما. يوسف يوسف انت ليش سويتي كذي؟ ليش؟ سانستي الحين؟ ارتحتي؟ خليتي ولدك ما يروح البطولة؟ في أم بالدنيا ما تفرح لما ولدها يكون مستانس ورافع راسها؟ أنا بعرف شغلة، أنتي شنو هالقلب اللي عندك تشوفين ولدك متضايق وما حرك فيك ولا شيء؟ أنا بعرف شغلة واحدة بس، منو اللي سماك حنان؟ اللي سماك حنان ما يدري إن ما فيك قطرة من الحنان. أنا أخوك الكبير. مو أنا اللي بطل حساب. منو عيل؟ شيل إيدك شيل إيدك. أنت ما تستحق تمد إيدك على أختك. يبا شوف شو مسوية. منزل صورها بحساب ثاني قدام كل الناس. أشوف. يبا والله مو أنا بطل حساب وقسم بالله مو أنا يبا. يبا أنا عندي بس حساب واحد واللي هو برايفت وضايفة فيه برفيجاتي بنات خالاتي. هذه صورك وأنت بالعرس. صورك بسناب من منزل على صور؟ يبا ما ادري ما ادري. هذه اخره الثقه فيك. انا بنتك تربيتك شلون تبيني اسوي كذي؟ ماشي انا خل اخلص من الناس اللي بيوني اليوم وبعدها لي كلام ثاني وياكم. اخر مره ابي اسالك، انت اللي مبطله هالاكونت؟ صدقني مو انا. عيل منو؟ انا. ايش فيكم؟ ليش تطالعوني؟ ليش؟ حنان لحقيني. انت شلون تبطلين اكاونت حق بنتك بالانستغرام وتنزلين صورها؟ لاني ابي اشوف بنتي مشهوره السوشيال ميديا. وانا ابوها وما بيها تصير مشهوره، وهي البنيه ما تبي تصير مشهوره، شلون يعني؟ الموضوع غصب ولا شنو؟ اي غصب، غصب. لان انا قاعده ابني لها مستقبلها. قاعده ادور الشيء اللي يفيدها. باكر لما تصير مشهوره وتوقع اعلانات مع الشركات راح تسبح بالفلوس، وانت راح تتسلف منها. شنو هالتفكير المريض؟ شنو العقليه؟ يبا مو كل شيء فلوس فلوس. انا بفهم كل هذا علشان سفره، علشان سفره يا يوسف. مو بس عشان سفره، صدقيني مو بس عشان سفره. فكري عدل وراح تعرفين. انزين يوسف انزين تعال بكلمك. طقاق اللي طقك ايش فيهم هذيل؟ خلنا حر البنات اللي عندي عشان ما يقولون طلعت وما صورت. شنو الفلتر؟ مساء الخير عليكم بنات، وحشتوني وايد وايد وايد. انشغلت عنكم اليوم لان طلعت مع ريلي وعيالي وفاجئوني. خليني اوريكم الهدايا اللي جابوا لي اياها. هذا مثلا من حبيبي يوسف ولدي يموت فيني واموت فيه. وهذا من عيسى ريلي حبيبي الله يخلي لي ولا يحرمني منه يا رب. وهذا من غلوي يا حبيبتي. الاغراض بتطيح خلنا نرتبهم وارد اصور لكم مره ثانيه. حبايبي عيسى الزمن هذا زمن السوشيال ميديا. قبل نفكر نتعب ونجتهد علشان نحصل فلوس، بس الحين بكل بساطة تقدر تصير مشهور وتتهاوش عليك الإعلانات.
لا وبمبالغ خيالية بعد. أنا كم مرة أكلم ولدك وبنتك وأقول لهم بطلوا حساباتكم بالإنستغرام والسناب، سووها بابليك، حالكم حال اللي بعمركم، علشان يصيرون مشهورين ويقوم سوقهم وتجيهم إعلانات، بس ما يسمعون كلامي، كله مسوينها برايفت. تدري وقتها لما يصيرون مشهورين ويصير عليهم إعلانات وايد بيحصلون إش كثر؟ وايد فلوس، وايد. وقتها الفلوس هذه بتخلينا نسافر من ديرة لديرة، نشتري سيايير، نشتري ماركات، نشتري كل اللي بخاطرنا. أنا بجدي أكون غلطانة؟ أنت تدرين شنو مشكلتك؟ مشكلتك أنك قاعد تشوفين غيرك وتحسدينهم اللي عندهم إياه، ودك الشيء اللي عندهم يصير عندك. أنت قاعد تشوفين الظاهر مو قاعد تشوفين الباطن. لحظة لحظة يما، بتطلعين كذي؟ اي بطلع كذي، ايش فيها يعني؟ نص شعرك طالع. يوسف لا تتدخل فيني ومالك شغل. يما قطي شعرك. يوسف هذه سوالف حريم، مالك شغل، بعدين لا تنسى ان انا امك. على عيني وعلى راسي، بس غطي شعرك، ما راح تطلعين كذي. لا تسوي نفسك علي ريال، ولا تسمع كلام ابوك وتصدق نفسك. انت ايش فيك؟ قلت لك انا امك، مالك شغل فيني وباللي قاعد اسويه. يما انت امي وانا ريال، ما ارضى امي تطلع كذي. صدق؟ حاضر. أنا بريحك يوسف. حاضر يوسف. حاضر. شذي زين؟ هذا اللي بيأخرني على رفيجتي. سجل الكلام اللي سمعته من بنتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، خرعتني. أي كلام؟ لا تستهبلين على مخي وقولي، أنت شو مسوية؟ عيسى هدي بالك، أنا بفهمك. أنت لما جيت تخطبني من أبوي، كان شرطك للزواج الحجاب، وأنا ما كنت متحجبة. بس كملت فيه من باب الاحتشام، بس أنا مو متحجبة. أنتي قلتيها، كان شرط زواجنا. بعدين تعالي، أنتي على بالك الحجاب لعبة؟ تلبسينه وتقطينه على كيفك؟ لا مو لعبة، بس هذا قرار شخصي وأنا ما أسمح لك تتدخل فيه. قرار شخصي؟ أنتي بدل ما تكوني قدوة حق بنتك، بدل ما تعلمينها شلون تلبس الحجاب، تقومين تسوين كذي؟ أنا بعرف شغلة، أنتي وين عقلك؟ هذه حرية شخصية، كأنت، أنا ما أتدخل بطريقتك ولا بملابسك. البس اللي انت تبيه، المهم تكون انت مقتنع فيه. ايش معنى انا ما اتدخل؟ لا الظاهر ان الحكي وياش ضايع. لا مو ضايع، انا مو اول ولا اخر واحده تسوي كذي. كذا واحده من رفيجاتي سووها، ولا احد من اهلهم اتدخل فيهم. رفيجاتك؟ انت الظاهر مينونه ما تعرفين تفكرين. يعني اذا رفيجاتك قطوا نفسهم بحفره تقومين تقطين نفسك وراهم؟ لا الظاهر انت استخفيتي. لا والله مو انا اللي استخفيت، انت اللي استخفيت علشان تتدخل بقرار ما يخصك. افتحي البيت هذا، ما ابي اشوفك مره ثانيه جايه هني البيت، وعيالي مالك شغل فيهم، فاهمه؟ وبزيدك، انت يطالك وورقتك راح توصل لي عندك. يلا ذلفي من قدامي، ذلفي.